أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد أن أبناء مملكة البحرين هم الاستثمار الحقيقي للوطن، فبعزمهم وطموحهم تواصل مملكة البحرين المضي قدما نحو مستقبل أفضل، بما يسهم في تحقيق مزيد من المنجزات الوطنية التي تصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. نعم، وقال سموه إنه بعزم الكوادر الوطنية وروح الشباب لا يوجد مستحيل في مسيرة بناء الوطن، ونحن عازمون على تحقيق أهداف المملكة التنموية المنشودة بسواعد أبناء البحرين المخلصين الذين هم عماد هذا الوطن وأساس نجاحاته. جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، منتسبي الدفعة الثامنة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث رحب سموه بهم مهنئا إياهم على اختيارهم ضمن الدفعة، مشيرا سموه إلى أهمية الاستفادة من الفرص التي يقدمها البرنامج لاكتساب مزيد من الخبرات وتنمية قدراتهم، مؤكدا سموه الحرص دوما على تطوير الكوادر الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لتقدم الأوطان والثروة الأغلى لمواصلة التطوير تحقيقا للأهداف المنشودة. كما نوه سموه بجهود القائمين على برنامج رئيس مجلس الوزراء ومتابعتهم المستمرة لتحقيق أهدافه وتعزيز مخرجاته، بما ينعكس على تطوير كفاءة منظومة العمل الحكومي ورفع مؤشرات أدائها في مختلف القطاعات. من جانبهم أعرب منتسبو الدفعة الثامنة عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص مستمر بتطوير أداء الكوادر الوطنية وصقل قدراتها في مختلف القطاعات، مؤكدين مواصلة العمل بذات العزم والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة مملكة البحرين وتحقيق نمائها وتقدمها.